الطريه هذه الطريه يا زين، نزل الطريه هاي. احمد قف لي غرس الحديده هذه. خد يا عيني تصحى يا نايم. انسى. لا لا شوف هيو هان في يا اولاد. اجا كالعاده روحنا امبارح المغربيات من المزرعه فيش حاجه. بعد ساعة صار قصف في المزرعة يمكن من 3 صواريخ لأربع صواريخ مقصوفة وراح الدجاج كله ليته بالمزرعة. بظل إن الله وإنا إليه راجعون. بظل بأنه إيه الذنب المزرعة، إيه الذنب الطير هذا ينقصف من غير سبب، لا ما لا في ضرب صواريخ ولا في مكان لا مقاوم ولا أي حاجة بتدل ولا أي مظهر من المظاهر اللي بتضر اليهود، يعني اللي يقصف في مزرعة وطير زي هذا. هات لك ريكه هذا مين مين لا استنى 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 اه